بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى الكلام عن سيرة الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى من كتاب سير أعلام النبلاء. والليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر شيئا مما قال رحمه الله تعالى، وذلك فيما رواه عنه حاتم ابن الوليد الكرماني قال: سمعت يحيى ابن أبي بكير يقول: قيل لسفيان الثوري: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه، إن الحديث خير علوم الدنيا. هنا الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى ذكرنا عنه في أكثر من مرة أنه كان ممن يطلب الغنى ليعف نفسه عن سؤال الناس، وهو كان يتقي مبدأ أطعم الفم تستحي العين. فكان سفيان رحمه الله تعالى ممن يطلب الدنيا ليتعفف بها عن سؤال الناس، ويتعفف بها عن التقرب والتزلف للملوك والأمراء، حتى يكون عزيزا ويعز هذا العلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلبه. الإمام سفيان الثوري من كبار أئمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هو رتبة مثلا الإمام أحمد، رتبة الإمام الشافعي، رتبة الإمام مالك في هذه الطبقة، وهو صاحب مذهب. ولكن سبحان الله الإمام سفيان الثوري لم يكن له من الحظ الشيء الكبير في طلبة العلم. يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، كان من جميل حظهم أن قيض الله عز وجل لهم طلبة يحملون علمهم، وإلا فكان في نفس مستوى العلم أئمة كثر، يعني في نفس مستوى علم الإمام أبو حنيفة، في نفس مستوى علم الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كان في علماء كثير جدا في نفس طبقة العلم، ولكن لم يكن عندهم حظ في الطلبة، طلبة الذين يحملون العلم عنهم فينقلونه للدنيا. مثلا من أهل مصر الإمام المشهور الليث بن سعد، يعني الليث بن سعد ده كان إمام كبير جدا، وكان قرين الإمام مالك، وكان أفقه من الإمام مالك رحمه الله تعالى، من أهل مصر الليث بن سعد، ومع ذلك سبحان الله لم يصير إليه مذهب مشهور معلوم كما هو حال مذهب الإمام مالك. السبب إيه؟ السبب أن هؤلاء العلماء لم يقيد لهم طلبة يحملون عنهم العلم وينشرونه بين الناس. وطبعا وجود الطلبة رزق، وجود الطلبة رزق، وجود الطلبة الذين يحملون العلم عن شيخهم وينشرونه هذا رزق من رزق الله سبحانه وتعالى، ولا يقدح في الإمام نفسه. احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما صح عنه أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يعني في يوم القيامة أنبياء حيأتوا الأمة بتاعتهم متمثلة في كم فرد، في بعض الأنبياء حيكون إجمالي من تبعهم مثلا 7-8 من الأفراد. متخيل النبي يرسل إلى أمة لا يؤمن به منها إلا حوالي 7-8 أفراد، وفي نبي يرسل إلى أمة لم يؤمن به من أمته إلا رجل أو رجلان، وفي نبي يرسل إلى أمة ولم يؤمن منها أحد. هو هنا المشكلة في النبي ولا المشكلة في الأمة؟ المشكلة في الأمة. كذلك هؤلاء الأئمة، الله سبحانه وتعالى لما قدر ألا يكون لهم أتباع يحملون علمهم إلى الناس وينشرونه، هنا المشكلة مش في الإمام نفسه، لأن مسألة الخير مش لازم تكون أنت الفاعل المباشر لها. يعني أنت ممكن تكون أداة نقل ليس أكثر. زي إيه؟ إحنا في أيامنا اللي إحنا فيها ديت، الموضوع ده مفروض أن أنت يكون ليك معاه وقفة، اللي هو إيه؟ موضوع وسائل التواصل، موضوع وسائل التواصل، أن أنت تستغلها في أن تكون حسنات جارية لك من بعد موتك. والله أصل أنا ما أعرفش مثلا أسجل فيديو، ما أعرفش مثلا أن أنا ما عنديش المهارة في كتابة بوست مثلا دعوي. والله أنت لو ما عندكش هذه المهارات، ما أسهل أن تنقل ما يفعله غيرك، ما أسهل ذلك. يعني أنت عندك صفحة على الفيسبوك، عندك قناة على اليوتيوب، في بعض الناس بيعمل قناة كده بس لمجرد أنه يكون مشترك في قنوات أخرى. فأنت عندك مثلا قناة وعندك حساب على فيسبوك أو أي شيء، طالما أنت ما عندكش القدرة والمهارة أن أنت تجتهد في نشر دين الله سبحانه وتعالى من خلال نفسك، فلا أقل من أن تشارك ما يفعله غيرك، لأن ده في الآخر الدال على الخير كفاعله، يعني هيكون في ميزان حسناتك. فدي من الأمور اللي أنت يجب أن تنتبه إليها. إحنا كلنا هنموت ولن يبقى إلا الأثر،
واحنا النهارده انت عندك فرصه، عندك فرصه ومن فضل الله عز وجل ان الدال على الخير كفاعله، عندك فرصه ان انت تترك حسنات جاريه من بعد موتك. تخيل انت كده لما تموت مثلا، وكلنا ذاك الرجل كلنا هيموت، لما تموت تنقطع معك حسناتك، اينا يحب ان يكون هذا حاله؟ ولا تموت وانت عندك نهر من الحسنات جار في ميزان حسناتك؟ فلا بد ان تنظر في امرك. طب احنا ممكن نعمل المساله دي ازاي؟ انت النهارده انت اكيد كل واحد مننا متابع صفحات دعويه كثيره جدا، والله لن احملك فوق الطاقه، بس المقطع اللي انت شايفه ان هو مفيد انشره، البوست اللي انت شايفه مفيد انشره. ده لو ايه ده، انا افترض ان انت ما بتعرفش تعمل اي شيء، وده صعب. كلنا يحسن ان ينشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا يحسن ان ينشر حكما عن الله سبحانه وتعالى او حكما عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فاشتغل على نفسك، اشتغل، حط ليك يعني مساحة من العمل لحساب نفسك. انت مش بتنشر علشان خاطر سين او صاد من الناس، انت بتنشر علشان لما تموت وصفحتك يدخل عليها من بعدك ينشر ما عليها من خير فيكون في ميزان حسناتك. اما تكون انت صفحتك عبارة عن صورة حضرتك وصورة صاحب حضرتك، الناس هتستفاد بها ايه بعد الموت؟ مش هيستفادوا شيء. لكن انت لما يكون ليك عمل جار بعد موتك فلا شك ان هذا له فائدة كبيرة جدا. انت تعمل ايه؟ انت تنشر ما تراه خيرا، تنشر ما تراه نافعا حتى يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. والعكس بالعكس، لا تنشر ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون صفحتك نهر من الحسنات جار في ميزان حسناتك، وممكن تكون نهر من السيئات جار في ميزان سيئاتك، على حسب ما بتنشر. فلا بد ان تنتبه. والله دايما اقول ايه، كل واحد مننا كفايه عليه سيئاته، كل واحد مننا عنده من الذنوب ما يكفيه. تروحش انت يا مسكين تلم سيئاتك وسيئات غيرك. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ربنا قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. يعني بيقول المشركون يقولون للمؤمنين: اكفروا انتوا بس واتبعونا على الكفر، ويوم القيامه ما لكمش دعوه. السيئات بتاعتكم ديت لو طلعت سيئات وهتدخلكم النار، احنا هناخدوها منكم ومش هتدخلوا النار. فربنا سبحانه وتعالى قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وانهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. ليه؟ لان هم كانوا سبب في اضلالهم عن طريق الله سبحانه وتعالى. فتخيل ان انت تاتي يوم القيامه بدل ما معك سيئاتك بس، ده انت معك سيئات 1000 و2000 و3000 و4000 و10000 من الناس في ميزان سيئاتك. ده بسبب ايه؟ بسبب مقطع انت شيرته، بسبب كلمه لا ترضي الله انت رفعتها او شيرتها. طب وانت ليه تشيل السيئات دي؟ انت متخيل ممكن السيئات دي تفضل جاريه في ميزان سيئاتك لغايه امتى؟ مئات السنين، الله اعلم بوقت فناء الدنيا او بوقت فناء هذه التقنيات الحديثه، الله اعلم. طول ما هي موجوده والنشر شغال فالعمل شغال في ميزان يا اما حسناتك يا اما سيئاتك. فعلى اضعف الايمان لو لم تحسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فلا تسيء الاستخدام، ولا تجعل او لا تفتح على نفسك باب من السيئات لا يغلق الا باغلاق هذه الصفحه. طب مين اللي هيغلق الصفحه بتاعتك بعد موتك؟ مين اللي هيغلق؟ محدش هيغلق، هتفضل للاسف يعني باقية بين الناس إلى ما شاء الله. فمسألة إن العالم يكون له أتباع يحملون علمه هذا من الرزق، ولا يقدح في العالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، بلغوا عني ولو آية. أنت ما بتعرفش تكتب، ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تعمل، الشيء اللي تسمعه جديد أول بأول انشره، بلغوا، ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى به. فهنا الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقال له على كبر سنه، يقال له: إلى متى تطلب الحديث؟ هتفضل تتعلم لغاية إمتى؟ فقال: وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه. يعني بيقول للسائل: طيب هو في إيه عمل أفضل من التعلم أو من تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأروح أعمله؟ أنت عاوزني أتوقف عن طلب الحديث، طيب لما أتوقف عن طلب العلم أو طلب علمي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سأفعل؟ هعمل إيه؟ خلاص توقفت عن طلب العلم، ماذا سأفعل؟ هل في شيء أفضل منه أذهب إليه فأفعله؟ والإجابة إيه؟ الإجابة لا. خير علوم الدنيا، هو يقول، قال: إن الحديث خير علوم الدنيا.
إن الحديث خير علوم الدنيا. فالإمام سفيان الثوري يقول دلوني على عمل أفضل من الحديث أذهب فأنشغل به، ولن يجد الإنسان أفضل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لينشغل به. ومن كذلك كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الحديث يتضمن الحث على تعلم كتاب الله، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لابد أن ينشغل بما ينفعه، لابد أن ينشغل بما ينفعه، وأن يحرص على أن يداوم على فعل ما ينفعه وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب الناس جميعا في ضرورة أو في أهمية الانشغال بتعلم العلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. يعني أنت لو عاوز تحصل ميراث النبوة فعليك بتعلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد، تخيل يكون زي إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم، يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم مش على أي رجل من الأمة، لا على أدنى رجل منزلة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. شوف كده، اطلع في ليلة البدر وانظر إلى القمر وهو مكتمل، وانظر إلى ضوئه، ثم انظر إلى النجوم التي تراها من حوله، أيهما أظهر وأبرز وأوضح؟ ضوء القمر. أهو العالم المتعلم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يكون في هذه المنزلة من النور والبهاء والجمال والوضوح والكبر وكل شيء بالنسبة للقمر والإيه والنجوم في ليلة الإيه، في ليلة البدر اللي هي ليلة اكتمال الإيه، ليلة اكتمال القمر. فكأنك إن تعلمت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون بين الناس كالقمر ليلة البدر عندما يفوق ضوءه ضوء الإيه، ضوء الكواكب والنجوم التي من حوله. أنت متخيل فضلك يكون عامل إزاي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا في هذا، يقول إيه؟ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. يعني أنت على قدر ما تتعلم من كتاب الله، على قدر ما تتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يكون عندك من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يكون عندك من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا عن حافظ القرآن، قال ذاك رجل قد جمع الوحي في قلبه. شوف الشرف لما تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على هذا الخير. فسفيان الثوري يقول وأي خير خير مما أنا فيه فأصير إليه، يعني إيه خير أخير من طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذهب وأنشغل به. فإحنا الأيام اللي إحنا فيها ديت والله أقسم بالله ربنا من علينا بنعم لن نعرف قيمتها إلا عندما نلقى الله سبحانه وتعالى، أو إذا قرأنا سير هؤلاء العلماء. إحنا النهاردة أنت ممكن يكون عندك على الموبايل بتاعك تطبيق يجمع لك الكتب الست، يجمع لك البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. تعرف الكتب الست ديت فيها كم حديث؟ فيها آلاف الأحاديث، آلاف الأحاديث. وتخيل إن كان الواحد من الأئمة علشان ياخد حديث واحد من الأحاديث دي ربما سافر شهرا سيرا على رجليه، علشان إيه؟ عشان ياخد حديث واحد، وأنت بين يديك آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن بسهولة جدا تقرأ كل يوم حديث واحد، ده من أيسر ما يكون. هتفتح التليفون بتاعك وانت في شغلك، وانت في طريقك الى عملك، وانت على فراشك، وانت جالس، على اي وضع انت كنت فيه، انت ممكن كل يوم تقرا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يوم ممكن تقرا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. وقراءه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها اثر في القلب والنفس لا يعرفه الا من جرب ان يقرا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق بها صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، إنما هو من وحي الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أوتيت القرآن ومثله معه،
يعني السنة ديت من الوحي الذي أوحى الله عز وجل به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، غير أن لفظ الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم المعنى أو الحكم، والنبي هو الذي عبر عنه بلغته صلى الله عليه وسلم وبلسانه وبكلماته. لكن القرآن هو كلام الله عز وجل الذي به تكلم لفظا وإيه ومعنا. وصلت كده الفرق بين القرآن والسنة؟ فأنت لما تقرأ السنة أنت بتقرأ في الوحي، وخد بالك لما بتقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتبدأ تفهم كثير من الأشياء التي لم تكن تعرفها قبل ذلك، لأن الأحاديث جاءت مفسرة للإيه؟ جاءت مفسرة لكثير من الأحكام التي جاءت في القرآن. كثير من الأحكام التي جاءت في القرآن لم نعرف تفصيلها إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى قال لك أقم الصلاة في القرآن، من أين عرفت كيف تقيم الصلاة؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعلمت منين أن الظهر 4 ركعات، أن العصر 4 ركعات، أن المغرب 3 ركعات؟ عرفت منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الزكاة، ربنا يقول وآتوا الزكاة. طب فين أنصبة الزكاة في القرآن؟ لن تجدها، ما تجدها إلا فين؟ إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستغني المسلم عن السنة، لا يستغني المسلم عن السنة. ولذلك المجموعة اللي هي ظهرة يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم عن القرآن بعيدين كل البعد. بيسموا نفسهم بالقرآنيين، معناها إيه ديت؟ يقصدوا بها إيه؟ يقصدوا بها إن هم بيعتمدوا اللي في القرآن وفقط. طب السنة يقول لك لا، ما لناش دعوة بالسنة دي. طيب وهتعمل إيه في تفاصيل الأحكام؟ هتاخدها منين؟ يقول لك والله إحنا نجتهد، أو ما نقل إلينا من عمل الصحابة وكذا وكذا. طب هم الصحابة عملوا منين؟ الصحابة خدوا التفصيل ده من فين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت لما تفضل ماشي بهذا التسلسل، ما أنت هترد للإيه؟ هترد للأحاديث. فهم الأصل أن يسموا، أو الأفضل أن يسموا منكروا السنة مش القرآنيين، لأن القرآن يأمرنا باتباع من؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالتبيين هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيه؟ والحكمة. الحكمة هي الإيه؟ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش هتعرف تفهم دينك من خلال القرآن فقط، لابد أن تكون معه الإيه؟ لابد أن تكون معه السنة. والقرآن يأمرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب أنت هتطيع النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هيكون في ناس بتقول إيه؟ إحنا لنا القرآن وبس، أما السنة لا، فأنا إيه؟ مليش دعوة بيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي إيه؟ ليه السنة. فالسنة موضحة للقرآن، فما ينفعش ان انت تقول انا سأقتصر على القرآن فقط، وإلا انت هتهدم 3/4 الشريعة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انا فاكر مرة من المرات ان حصل موقف بيني وبين حد يعني، وبعدين يعني دخلت معاه في حوار، وبعدين فقال لي ايه؟ قال لي طيب ايه رأيك في البخاري ومسلم؟ قلت له البخاري ومسلم امامان من ائمة المسلمين. قال لي طيب انت ما يدريك ان ما نقله البخاري ومسلم يعني قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ممكن يكون في كذب؟ مش ممكن يكون في خطأ؟ قلت له نعم، ممكن يكون في كذب وممكن يكون في خطأ، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قيض للأمة علماء ينظروا في كذب الكاذبين وفي خطأ الخاطئين. ربنا سبحانه وتعالى قيض اللي هو علم الجرح والتعديل، في متخصصين بيبحثوا في علم اسمه علم الإسناد. الأمة الوحيدة اللي عندها هذا العلم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، علم الإسناد. عارف يعني علم الإسناد؟ يعني العلماء راحوا يتتبعون أحوال من نقلوا إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف آلاف الأحاديث العلماء تتبعوا رجال الأسانيد واحدا واحد، متخيل؟ يعني مثلا لو في انا لو قلت مثلا محمد حدثني دكتور خلف، قال حدثني عز شوقي، قال حدثني عبد الله، قال حدثني ناصف، قال حدثني شعبان، قال حدثني محمود، قال حدثني الاستاذ عبيد، انا كده عديت كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8
تمام. ده اسمه ايه؟ ده اسمه اسناد. انا عاوزك تتصور ان انا ساظل اقول حدثني فلان لغايه لما نوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. انت متخيل عدد الرجال دول كم؟ عدد كبير جدا. العلماء بيعملوا ايه؟ يعدوا على واحد واحد. محمد ده اول واحد، ايه ظروفه؟ هل محمد ده كذاب؟ هل محمد ده كان عنده شيء في عقله؟ يروحوا عند بيت محمد، عند بلد محمد، يا اهل البلد ايه رايكم في محمد؟ طب هاتوا لنا الناس اللي ما بتكذبش من البلد بتاعه محمد، ايه رايكم في محمد؟ رجل تمام، رجل دين، رجل علم عنه خطا، علم عنه كذب، علم عنه اختلاط، علم عنه كذا كذا. لا ده تمام، يبقى هما كده خلصوا من مين؟ خلصوا من محمد. محمد ده رجل تمام، مش هيكذب، المعروف شهاده اهل بلدي بهكذا. يطلعوا من محمد يروحوا للدكتور خلف. الدكتور خلف ساكن فين؟ اسال عن الدكتور خلف، يا اهل الجيره بتاعت الدكتور خلف. الدكتور خلف ايه ظروفه؟ واحد اثنين ثلاثة تمام بنفس الامور دي. فيروح يسأله في المكان اللي فيه الدكتور خلف، طلع الدكتور خلف تمام، يبقى كده اعتمدنا محمد والدكتور خلف. انت متخيل الجهد ده؟ متخيل الجهد ده عامل ازاي؟ سيبوا الدكتور خلف يروح للبيت اللي ساكن في عز، ساكن فين؟ ساكن في مدينة النبرية. يروح مدينة النبرية يروح يسأله فين؟ الامام البخاري رحمه الله تعالى في يوم من الايام عرف ان في عالم من العلماء عنده حديث الامام البخاري ما يعرفهوش، فسافر إليه مسيرة كذا وكذا من الأيام. فلما وصل إلى داره وجد الرجل قد أمسك بثيابه وهو ينادي لحماره ويقول تعال تعال. بعدين فإيه؟ فجاءه الحمار فنفض عن ثوبه ولم يكن في حجره شيء. متخيل الموضوع عامل زي؟ يعني هو رفع القميص بتاعه كأنه بيوهم الحمار إن هو معاه إيه؟ إن هو معاه أكل. فهو رفع الحمار فبيقول الحمار تعال تعال. إيه؟ الحمار شارد بعيد عنه. فجاءه الحمار فامسك بالحمار وبعدين نفض الايه؟ نزل القميص بتاعه فما كانش فيه شيء. فقال له الامام البخاري جئتك من بلادي كذا وكذا فوجدتك تكذب على الحمار. والله لا امن ان تكذب على رسول الله. ورفض ياخذ منه الحديث. انت متخيل الدقه دي؟ المهم فيروحوا العز في البلد بتاعته. يمشوا العز كام؟ يمشوا له ايام واسابيع يوصلوا لهناك. عز ايه ظروفه عندكم؟ تمام. يعدوا على فرد فرد، كل اهل زمان يعدوا على الايه؟ على اهل الزمان بتاعهم اللي نقل عنهم، كل واحد في زمنه. فيعدوا على فرد فرد، يعدوا لغايه لو هم ماشيين كده قابلوا واحد في النص معروف ان هو كذاب، عارف يعملوا ايه؟ يردوا كل الناس الكويسه اللي قبله. اقول لك بس مش هينفع الحديث ده. ليه؟ ما في محمد وخلف لا ده اخدوه من بعديه، يبقى هو ده كذاب، يبقى اهدم كل ما قبله. انت متخيل الدقه دي؟ ما بياخدوش الا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت متخيل العلم ده عامل ازاي؟ ده اسمه ايه؟ اسمه علم الاسناد. ولذلك بفضل الله ما فيش امه عندها الميزه دي، امه الاسناد هي امه النبي صلى الله عليه وسلم. فانت متخيل لما يقول سفيان الثوري واي خير انا فيه خير من الحديث فاصير اليه، تعرف لماذا قال هذا؟ ده فخر، ده فخر الأمة. علم الإسناد ده فخر الأمة، تفخر إن أنت بفضل وبفضل الله ما فيش مداهنة، ما فيش مجاملة، يعني الناس دي لم تكن تجامل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندك الناس اللي بيقولوا إحنا قرآنيين، لا ده دول لا قرآنيين ولا بتاع ولا يقربوا للقرآن في شيء. الذين يقولون نحن قرآنيون ثم بعد ذلك يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما وجدناه في غيره رددناه، هؤلاء بعيدين كل البعد عن الإيه؟ عن القرآن. لأن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلى الله عليه وسلم. فأنت القرآن بيأمرك أمرا تاما كليا أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تروح أنت بعد ذلك تقول لا والله أنا ليا في القرآن بس، أنت ما تعرفش، تعرفش علم السنة ده عامل ازاي؟ ده المحيط لا ينفد ماؤه. لذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى عندما قيل له إلى متى تطلب الحديث؟ قال وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه، إن الحديث خير علوم الدنيا. ومما يذكر أن أحد العلماء كان في مرضه الذي مات فيه، واحد تعبان مش عارف حتى يتكلم، فجاءه بعض أصدقائه من أهل العلم يعودونه، فجلسوا عنده. وبعدين هم جالسين كده بدل ما يتكلموا في سيرة فلان أو علان راحوا يتناقلون العلم فيما بينهم، بيتكلموا إيه؟ يعني يتناقشوا في مسائل علمية. فهو نايم وسمعهم، صوت تعبان جدا، فسمعهم يقولون حديثا لم يعلمه، فقال له أعد علي.
فقال له بعضهم: وأنت في هذه الحال، يعني أنت حريص أن أنت تسمع الحديث، يعني وأنت في هذه الحال من التعب؟ قال: لأن أموت وأنا به عالم خير من أن أموت وأنا به جاهل. شوف حرصهم على التعلم. وبعد كده عاوزنا إحنا بمنتهى السفه ومنتهى السذاجة نجنب هذا العلم، ده ما فيش أمة على وجه الأرض عندها علم الإسناد ده إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فخر الأمة. فالإمام سفيان الثوري يقول: وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه. فنصيحة من أخي ليكم، بدأوا اهتموا بقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على التليفون بتاعك صحيح البخاري وابدأ اقرأ فيه كل يوم حديث، اقرأ فيه كل يوم ربع ساعة، ستجد والله خير لا يعرفه إلا من جرب. وتجد نفسك بعد سنة قرأت البخاري، بعد سنة قرأت مسلم، بعد سنة قرأت سنن أبي داود، بعد قرأت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العلماء بيقولوا إيه عن سنن أبي داود، وأختم بذلك، قالوا: من كان عنده في بيته سنن أبي داود فكأنما عنده النبي في بيته صلى الله عليه وسلم. سنن أبي داود دي من أكثر السنن التي حرص مؤلفها على جمع دقائق حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء: من كانت عنده سنن أبي داود في بيته فكأنما عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. نزل أنت على تليفونك سنن أبي داود وابدأ اقرأها واستمتع، أقسم بالله متعة لما تقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل، كيف كان يعيش، تجد كل كبير وصغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سطر في هذه الكتب، تبدأ تزداد حب للنبي صلى الله عليه وسلم، تزداد قرب منه، تزداد تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو ده النعيم، ده النعيم اللي ما ينفعش يفوتنا لا سيما مع سهولة الأسباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا به في فردوسه الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.